أحسن الله إليكم. الأخت السائلة تقول في هذا السؤال: فضيلة الشيخ، كنت في شبابي لا أصوم جهلا مني بوجوب الصيام، وكنا في البادية، والمدة التي لم أصمها 24 شهر، وأنا اليوم كبيرة في السن، ماذا أفعل؟ إذا كنت تستطيع القضاء وجب عليك القضاء مجزئا على حسب استطاعتك إلى أن تخلصي منه، وأما إذا كنت لا تستطيعين القضاء لكبر السن أو لمرض مزمن فإنك تطعمين عن كل يوم مسكينا. نعم.